السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في يوميات أم إحسان. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نحضر معاكم كيكة بالتفاح، كتجي رائعة، كتجي لذيذة بزاف، ونتمنى تجربوها وسهلة في التحضير. تابعوا معايا المقادير والطريقة. بسم الله على بركة الله. كنحتاجو 3 البيضات، كاس لاروب ديال الزيت، كاس ديال اللوز مطحون، لوز غبرة، كاس ديال السكر سنيدة، واحد دانون بنكهة الفاني ولا دانون مسوس، واحد ساشية ديال الخمارة من فئتها 14 غرام، ساشية ديال الفاني، 2 كيسان ديال الطحين، وشوية ديال الملحة. الكيكاية ديال التفاح اللي تحتاج كرات تقلاي، 3 تقلاي، الكاس لاروب ديال الزيت، الكاس وري عمرن، يا يعني الكاس اللوز يزدان، يا يعني الكاس السكر سنيده، يا يعني الساشيه ديال الفاني اللي تخمرتها 14 غرام، سي الكيسان وكرن ديما كنتي سنت. كناخدو بول كنديرو فيه 3 البيضات، وكنزيدو عليه السكر سنيده والساشيه ديال الفاني، وكنطربوه مزيان بالطراب ديال الضو ولا طراب يدوي. كنطربوه مزيان حتى تدوب معانا ديك سنيده، عاد نضيفو باقي العناصر. المهم غير اللي نسي، غير اللي نطرب، اللي حنا نخلط الكيكايه دار كيس نتكا كرات تقلاي، نقلنا الكاس نص سكر سنيده، الساشيان فاني نطرب مزيان، نطرب ونضو ولا نطرب وفوس، المهم تنطرب مزيان وكتفسي كيفسي السكران. عاد لازم تزايد يا دانون الفاني ولا دانون مسوس على حسب اللي داروا لي لان ايه غالي، يقدر تعوض مثل كاس الحليب. المهم كدنا نخلط التقلايين مزيان، عرنت هي الضرب نطور نتا سي الضرب وفوس، عرنت زايا ديال الماء ديال الطانون دا الكاسان الزيت وري عمر الغبرايان اللوز نخلطنا مزيان، عرنت الماء ديال زايد الكورن، الكورن تقل كاس لي زوارن، من بعد نقاس تخميرت نقل الكاس ويستين، عرنت كامي كنتي سنت. من بعد ما طربت البيض والسكر مزيان كنحيدو داك التراب، وكناخدو التراب اليدوي وكنزيدو دانون مسوس ولا دانون بنكهة الفاني، انا عندي بنكهة الفاني، يقدر تعوضو بالكاس ديال الحليب. كنخلطوه شويه وكنزيدو عليه داك كاس لاروب ديال الزيت وكاس ديال اللوز مطحون وشويه ديال الملحه، نسيت ما قلتهاش لكم. كنخلطوه شويه وكنزيدو كاس ديال كاس الاول ديال الطحين، من بعد كنزيدو الخماره وكاس تاني ديال الطحين. انا درت غير 2 كيسان ديال الطحين، يقدر نتوما ديروا كتر ولا قل على حسب النوعيه ديال الطحين. من بعد كناخذوا 2 تفاحات كنقيهم وكنقطعهم على شكل مربع، وكندير لهم شويه ديال الحامض باش ما يكحلش صافي، وكنزيدوا على داك الخليط ديال الخليط ديال الكيك. المهم انكي تشكشميسات سيل كيسان وكرن، يقدر كنا نتشكشم وكر، يقدر نتشكشم قل.
على حسب النوعية ديال النوعية وكرن صافي غادي دير تسيتي التفاحين تنقاي حبيت حنت مربعات مزينين كحزنتي ميك الحان باش هادو يسقين غادي تفيحي كل الخليط الكيك انت زايد واحد المعلقه الخل صافي نتاسي المول المول ندهن الزبده نرش سكر هرجز نتفي الخليط عاد نتاسي اللوز ايفيلي ولا كوكو ايفيلي ولا كوكو مهرمش المهم اللوز مهرمش على سنتقعو في كل شيء عاد نتقع يا تساشيان فاني حو في الارض نترشو صافي نشكشمتي الماء سفران المهم اللي كان نزيدو داك التفاح كنزيدو معلقه ديال الخل ملعقه كبيره ديال الخل وكنخلطوه شويه وكناخدو المول كندهنوه بالزبده وكنرشو عليه شويه ديال الطحين وكنخوي في داك الخليط وكناخدو لوز ايفيلي وكنديرو في الوجه ديال الكيكه لوز ايفيلي ولا كوكو ايفيلي ولا اللي متوفر عندكم سواء يكون ايفيلي ولا مهرمش بحال بحال وكندخلوها الفران الفران كنسخنوه من قبل على 180 درجة كنشعلو غير لتحت وكنديروها في الوسط حتى كطيب على خاطرها من بعد كنحمروها من الفوق الفران راه تنسرغ على 180 درجة عرفت نتك حطو الزوم تاع نتاع الغالي زدت ريحة النواس خاطر نس اللي بعد درت نتحمر حفله من بعد ما خرجتها من الفران كتجي على هذا الشكل كتجي محمره والرائحه ما نقولش لكم كتجي رائعه كنخليها حتى كتبرد مزيان وكنديرها في الطبسيل وانا زينتها بشويه ديال الكراميل يقدر ديروا كراميل يقدر ديروا الشوكولاته ولا تخليوها هكاك كتجي رائعه المهم ريحه نوار تاش كشكلات انت جاك تبرد مزيان صافي انت الكاوز او سي عندي ايميك كراميل اللي حاس تحف لا يقدر يستقم الشوكولاتة يقدر بس تجم غير غي كان نتمنى تعجبكم هاد الكيكه وتجربوها الا جربتوها ما غتندموش عليها انا متاكده كتجي لذيذه بزاف وكتجي هشيشه ورطبه كتعجب الدراري الصغار نتمنى تعجبكم يعجبكم الفيديو ديال اليوم اللي مازال ما مشاركش في القناه يشارك ويفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد وكنشكركم بزاف على التعليق ديالكم وما تنساوش ديروا اللايك للفيديو وتبارطاجيوه وتشجعوني وبالصحة والراحة أتمنى يكون يعجب الفيديو نغصاد أتمنى يكون تعجب الكيكة اللي سكر غصاد أتمنى عصي تجربهم أرتش كتفولك أرتش كترطب بزاف أرتش كتميم أتمنى هايت أتبارطاجي من الفيديو أتمنى هايت تشجعهم أكون تشكرح بزاف على تعليقات النون أدرتو ما تسكم لايك الفيديو أكون تشكرح بزاف وبصحة والراحة إلى اللقاء إلى فيديو جديد إن شاء الله